الكلمة الآن لممثل فرنسا الدائم. سيدي الرئيس، أود في المستهل أن أشكر السيد ستيفان دي ميستورا على عرضه الوافي والموضوعي، ونؤكد له تأييدنا الكامل، كما أشكر السيد جون جينغ على إحاطته المتميزة بخصوص أوضاع إنسانية تظل تتسم بالكارثية في سوريا. سأجدد عبارات القلق إزاء الأوضاع في الميدان، لا سيما الهجمة في غرب البلاد، ثم سأتحدث عن خطورة الأوضاع الإنسانية، وسأؤكد في نهاية المطاف أن هذا يجعل من الحل السياسي أمرا لا مناص منه، حلا يجمع كل السوريين. يتواصل سيدي الرئيس المنطق العسكري بلا هوادة في سوريا، ونرى منذ أسبوع استئناف هجمات النظام ضد المعارضة في الجنوب الغربي في منطقة تأوي 700,000 مدني، وإن قصفا جويا كثيفا قد ضرب درعا منذ 23 من يونيو، وإن هذه الاستراتيجية التي لا رحمة لها مألوفة، كما كان الحال في دمشق وفي حمص وفي حلب وفي الغوطة الشرقية، فإن الهدف من هذا القصف هو الدفع بالمعارضة للاستسلام باستخدام تكتيك حرب يتنافى القانون الدولي، كما أن عملية واسعة النطاق في جنوب سوريا تفسح المجال لحصارات جديدة ستجوع السكان، ستؤدي للمزيد من التشريد القسري وستزيد من القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، وإن هذا الهجوم يطرأ في منطقة حدودية بالغة الحساسية ستكون لها آثار مباشرة على استقرار وأمن إسرائيل والأردن. وأذكر في هذا المضمار مدى التزام فرنسا بأمن الأندوف والتي تنشط خوذاتها الزرق في أوضاع خطرة جدا في الجولان، ولابد من حمايتهم في كل الظروف، كما أن وصول موجة إضافية من اللاجئين ستزعزع استقرار بلدان الجوار وفي طليعتها الأردن والتي تحتضن كما هائلا من السوريين. وإن هذه التطورات مقلقة، لأن تعدد القوى المتواجدة في جنوب غرب سوريا تؤدي لخطر تصعيد إقليمي حق، وإن المناطق المستهزفة لاسيما في منطقة تخفيف التصعيد في جنوب شرق سوريا التي أنشأتها الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في 2017. تدعو فرنسا إذن الجميع بدءا بروسيا الوفاء بالتزاماته لكي يكف هذا العدوان فورا، ومن الضروري أن تفي روسيا بالاتفاق الذي أبرمته منذ عام وأن تضمن وقف القتال فورا. وفي هذا السياق المقلق فإننا نأسف عن بقاء الأوضاع الإنسانية أوضاعا كارثية في إدلب وفي الغوطة الشرقية وفي مواقع أخرى، تظل الأوضاع الإنسانية مقلقة جدا، وقلما تصل القوافل لسكان في حين أن الحاجات هائلة، ويتحمل النظام هنا مسؤولية جسيمة لأن العرقلة العمدية والمنهجية غير مقبولة، خصوصا السحب المنهجي للمعدات الطبية من القوافل على يد النظام السوري، لا سيما اللقاحات الموجهة للأطفال، وإن تدفق المشردين يزيد الأوضاع خطورة لا سيما في إدلب. لابد أن تضمن الأطراف وصولا إنسانيا كاملا بلا عوائق تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن يحمى أخيرا العاملون في المجال الإنساني وبناهم التحتية. وأود أن أحيي صدور تقارير الأمين العام بخصوص المساعدات الإنسانية وعبر الحدودية، هذه المساعدات التي تواصل أداءها دورا حيويا لا غنى عنه من خلال إتاحة وصول المساعدات عبر الطرق الأكثر مباشرة. هذه آليات شفافة وفعالة وتخص المحتاجين، ولقد أكدت بلدان الجوار ذلك بما لا يدع مجالا للشك ودعت للحفاظ عليه، وإنه من ثمن من مسؤوليتنا أن نسهر على صون هذه الآلية. سيدي الرئيس، أمام
خطر التعود في هذا المحفل. علينا ألا ننسى أن الأوضاع الإنسانية والعدوان العسكري يحظر علينا أن نحيد أنظارنا، كما أن علينا أن نحذر ألا يكتب الفصل الثاني من المأساة السورية، ألا وهو اتساع رقعة الصراع للمنطقة. هذا يجعل إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية أهم من أي وقت مضى. وفي حين أن الوقت من السابق لأوانه نتحدث عن دايتون سوري، فإننا نرى مؤشرات مشجعة بخصوص تحركات سياسية. خارطة الطريق واضحة، لابد من دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في جنيف لتفعيل تقارب وجهات النظر للفعاليات الأساسية في الأزمة السورية. وفي هذا السياق، فإن نقاشات ستيفان دي ميسورا مع ضامن أسانا الثلاثة في 18 يونيو ومع فريق الاتصال في 25 ستسمح بتأطير حوار بناء للتوصل لحل بناء ودائم عملا بقرار 2254. والهدف قصير الأمد هو إنشاء لجنة صياغة الدستور بطبيعة الحال، ويشجعنا استعداد الأطراف على العمل بشكل بناء لخلق تلك اللجنة. هذه اللجنة يفترض أن تكون مؤلفة من ثلث من أعضاء يعينهم النظام، وثلث من المعارضة، وثلث مستقل. هذه مرحلة متواضعة ولكن أساسية بدأت تؤتي ثماراً لم نكن قد شاهدناها منذ أشهر، وقد تشكل منعطفاً باتجاه حل سياسي حق. هذا أمل فرنسا، ولهذا السبب فإننا نشجع المبعوث الخاص على مواصلة عمله بشكل حثيث لتعيين الممثلين 50 المستقلين، والذين لن يمنحوا أي أغلبية تلقائية لا للنظام ولا للمعارضة، وندعوه لأن يحدد إجراءات العمل لتلك اللجنة وذلك في أقرب الآجال. سيدي الرئيس، إن الطريق الوعر لحل سياسي يستند إلى اتفاق سوري سوري، ويستند أيضا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة، تسمح لجميع السوريين بأن يسمعوا صوتهم في سوريا وخارجها بمشاركة حثيثة للنساء والشباب، أمر ضروري. فرنسا تؤيد في هذا المضمار وجود 30% من النساء على الأقل ومشاركتهن في هذه العملية. إن هذين الشقين، الدستور والانتخابان، يتطلبان إطارا مستقلا ومحايدا يسمح للسوريين بأن يسمعوا صوتهم بحرية وبثقة. وهذا سبب الجهود التي تبذلها فرنسا وشركاؤها من خلال إنشاء تنسيقية بين الفريق المصغر وعملية أستانا. وهدفنا ليس خلق مسارين هلاميين، وإنما تشجيع الأطراف النفوذة في سوريا لأن تدعم جهود وسطة المبعوث الخاص. سيدي الرئيس، أثناء نقاشي الأمس قال السيد سيرغي فيرشينين نائب الوزير الروسي للشرق الأوسط للتوصل لحل سياسي الأزمة السورية من خلال حوار بناء، وعلينا أن نعرف أن ما من حل عسكري للأزمة السورية، وهذا يتطلب منا إذن أن نعمل جماعيا لإيجاد حل مستدام. ولقد آن الأوان لأن نجتمع وراء الأمم المتحدة في جنيف. هذا يصب في مصلحتنا جميعا، ويصب في المقام الأول في مصلحة الشعب السوري. فرنسا مستعدة للعمل في هذا الاتجاه بمعية روسيا وكل الأطراف الفاعلة في الميدان، وذلك على الصعيد الاقتصادي أو في المحافل الدولية، لكي تكون وساطة الأمم المتحدة وساطة ناجحة. وهذا في رأينا ممكن اليوم، ومن ثم أيها الزملاء الأعزاء إلى العمل، لا يمكننا أن نضيع المزيد من الوقت. شكراً.